إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج جديد للغه الانجليزيه للصف السادس الابتدائي، شرح واحد كتاب الطالب الملون. يجب على التلميذ تعلم معرفه كيفيه استخدام حفظ كلمات درس قراءه واملاء ومعنى علق بتم. اذا وصلك الفيديو المنشور ضمان متابعتك لنا. اسم قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك انجلش وذ وائل الانجليزيه مع وائل. سبسكرايب، اشترك الان. يرجع مراجعه فيديو الدروس السابقه بقائمه التشغيل الخاصه بكم، صارت مثل مكتبه ومرجع لكم. انجليزي سادس ابتدائي الجديد، اسم القائمه مال التشغيل انجليزي سادس ابتدائي الجديد، بس تبحث عليها او تدخل القناه تلقاها. كملنا بها يونتات من الموان لحد 7 راح نخلصها ان شاء الله، وصلنا النص. وعندنا جروب على الفيسبوك نفس الاسم انجليزي سادس ابتدائي الجديد، تقدر تنضم للفائده والتعلم والتعاون فيما بينكم. يونت 7 لسن 3 presents for moms presents for mothers birth mothers day هدايا من اجل عيد الام. طبعا المذر تبدي بحرف ام كابيتال، والدي حرف ام حرف دي كابيتال، لانه على اعتبار هذا يوم معرف. خلينا نقول الصفحات اللي راح ناخذهن بهذا الدرس اللي هي 94 و95 كتاب طالب الملون، pages 94 and 95 of the pupil's book. شكرا له، ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة الجميلة المحفزة المشجعة. شاركوا الفيديو لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. زكاة العلم نشره والدال على الخير كفى على هدايا عيد الأم نبع الحنان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، اهتموا بأمهاتكم، قدموا لها الهدايا اجا عيد الأم. والرسول وصانا والدين الإسلامي والله سبحانه وتعالى وصانا بالأم، فهلا هلا بامهاتكم، اهتموا بهن، اشكروهن على حبهن واهتمامهن بكم. الرسول وصانا امك ثم امك ثم امك ثم اباك. الاهتمام الكثير للام هي اكثر شخص يحبك ويهتم بك، بحيث الله سبحانه وتعالى لما راد يبين رحمته شقد هو يحبنا ويرحمنا، بين رحمته وقارنها برحمة الأم لابنها، وقال أنا رحمتي أكثر من عدها. الرحمة الأم أكثر شخص يهتم بك ويحبك ويرحمك هي أمك، والله سبحانه وتعالى أكثر رحمة من الأم على ابنها إن شاء الله بيوم القيامة بيوم الحساب. المهم علق بخمس ملصقات، خمس تعليقات أو أكثر لدعم الفيديو المنشور ضمان متابعتك لنا. شكرا للدعاقون بأكثر من 50 و60 تعليق، جزاهم الله خيرا. Look at the presents and complete the labels. طبعا هسه page 94، احنا بصفحة 94، انت فاتح كتابك وياي، عينك بكتابك وتتبع وياي وقلمك الرصاص وياك، تسجل ملاحظات بدفتر الملاحظات الخاص بينا انا وياك كيوتيوب وطالب دا تتعلم ويانا. انتبه واسمع للفيديو وكتابك ودفترك وياك. look at انظر الى the presents الهدايا and complete اكمل the labels العلامات التبويبات الفراغات. دانيا وسام and عمار. دانيا وسام وعمار ذولي الأخوان، من أكبر واحد الأصغر واحد. went shopping with their parents for presents. went الماضي مال go معناها ذهبوا، لأن هما جمع ما نقول ذهب، ذهبوا هما مجموعة. shopping للتسوق، هذا الفعل منتهي p وقبل حرف صحيح، قبل حرف علة واحد سوري، فالبين ضاعفة ونحطها ينجي shopping. with مع their parents والداهما، راحوا ويا أمهم وأبوهم. انتبه على parents وعلى presents، شوية باللفظ شوية بالإملاء شوية قريبات شوية، بس هي مختلفة، بس أكو طلاب شوية ده يخطأ بهن. هاي parents اللي هي والدان، وهاي presents يعني هدايا. هاي parents يعني أمك وأبوك اثنيناتهم. هاي presents يعني الهدايا، أي هدايا تشتريها. زين إذا وخرت من عند الأس إيش راح يصير؟ راح يصير present يعني هدية، أو تجيب معناها المضارع، الزمن المضارع الحاضر اللي إحنا نأخذ المضارع البسيط مثلا present simple. أوكي
زين يقول لك راحوا ويا اهلهم فور بريزنتس من اجل الهدايا، فور من اجل بريزنتس الهدايا نقطه، انتهت الجمله، بدايه الجمله في حرف كبير. These are the presents they bought. هذه هي الهدايا التي هم اشتروها. هذه هي الهدايا التي هم اشتروها. البوت هذا الماضي مع الباي، باي بوت فعل شاذ ومهم، الجو وينت مهم، والباي بوت مهمات. راح يجي فيديو خاص بذني السوالف فاني ما حكتبك اياهم لحظه، بس انت من هسه احفظهن وانتبه عليهن لانهن مهمات بالوزاره يحبون يجيبون ذني الافعال الشاذه. يطوق مثلا play played فعل ضفت الايدي، الجو شو يصير لازم تكتب went، او يقولوا لك clean cleaned، الباي شو يصير صير bought. اوكي زين انتبهنا على these اختاريتها ويا الار لانه these اسم الاشاره للجمع، اذا قال لي these لو this اختار these لان اكو ار، واذا قال لي ورا these اش تختار is لو ار اختار ار لانه جمع، هاي حكيناها في فيديو سابق، انت لازم هاي بعد لحظات ثبتت بدماغك. الار وراها the presence وراها اسم جمع ورا الار، اوكي فذي هاي دا تعوض عنهم كلهم جميعا. المهم شنو هي الصفات اللي راح نخليها؟ راح نراجع الصفات اللي احنا ترتيب الصفات لازم نتذكره من يونت 2 اخذناه، اللي هو الحجم او الصفه العامه، بعدين اللون، بعدين الماده الصناعيه. قلنا نحفظ مثلا الاول حرف من كلهن اللي هي حلم، خلينا نقول حلم اوكي، بس نقراها الكلمه من اليسار لليمين، ده نقراها حلم هيجي، اذا تريد تقراها من اليمين لليسار راح تصير ملح اوكي، راح تنقلب عندك. المهم هسه ولن اللي هو الصوفي، وودن اللي هو الخشبي، وميتال معدني، ولذا جلدي. ذني الصفات راح نشوف الاشياء اللي اشتروها. طبعا احنا عيد الام فكل واحد اشترى هديه لامه، الاولاد اللي هم دانيا ووسام اشتروا كل واحد هديه لامهم، دانيا اشترت لها جنطه ووسام اشترى لها اطار مصوره، وابو دانيا وابو وسام اشترى هديه لامه، وام دانيا وام وسام اشترت هديه الامها، يعني للبيبيات هم اشتروا. خوش زين هسه كل واحد من اشترى هديه وراح يغلفها وراح يخلي عليها فد يعني بطاقه تهنئه، فراح نشوف كل واحد ايش راح يكتب مالته البطاقه. دانيا ايش كتبت؟ كتبت لها مام I bought you a red فراغ bag I hope you like it. دانيا سمايل. زين ايش قالت لها مام؟ امي I bought أنا اشتريت لك، الماضي مال باي، يو اشتريت لك انتي ريد حمراء، من شي يا مادة مصنوعة من ذني المواد اللي قريناها قبل شوية، يا مادة راح توصل اللي هي فيها لذا، لذا اللي هي جلد، باق حقيبة، حقيبة جلد حمراء، حقيبة جلدية حمراء، حطت لها ايه لان بادية بحرف صوت صحيح وهي مفرد ومعدود. I hope أنا أتمنى You like it. أنت تعجبك هي. أتمنى بأن هي تعجبك هاي الهدية. دانيا بالأخير اسمها والتوقيع مالتها سوت سمايل. يعني وجه ضاحك. بالنسبة لوسام نمبر 2 ايش قالها؟ قالها مام أمي I bought you a blank gap picture frame. I hope you like it وسام. أمي أنا اشتريت إليش الباي قلنا ماضي مالتها بوت، شنو اشتريت إليش؟ هذا شنو هذا؟ عافية هذا وودن اللي هو مصنوع من الخشب، وودن بيكتشر فريم إطار صورة خشبي، وودن بيكتشر فريم إطار صورة خشبي، فريم إطار فريم، وبيكتشر هي يعني الصورة حتى تحط تبي صورة، ومن يا مادة صناعية هو وودن مصنوع من الخشب. I hope you like it. اتمنى ان انت عجبك، اتمنى ان ينال اعجابك وسام، وهاي السمايل فيس وجه مالته ضحك. اللي بعدها جراني نادية، هسه هاي من اللي اشترى؟ هاي الام اشترت الامها، ام وسام ودانيا اشترت الامها للبيبية، قالت لها جراني نادية، الجدة نادية. طبعا جراني اخذناها من يوتوان قلنا هي مرادفة للي جراند ما اللي هي جراند ماذر. خوش قالت we all bought you a scarf we hope you like the color mom.
قالت نحن جميعا اشترينا لك شنو هذا؟ سكارف اللي هو الوشاح اللفاف حجاب شو يسمي، بس هو هنا أنا يعني يعتبر لفاف خلنا نعتبر. المهم من يا مادة صناعية ينصنع فيه وولن اللي هو الصوف، وولن سكارف وشاح صوفي. We hope نتمنى you like ذاك، لا أن أنت تعجبين باللون أو اللون يعجبك. مام تحياتنا هيجي. Grandma هدى لجدتنا هدى، هذا الداد الأب اشترى الأمة اللي هي هدى، وصلنا نمبر 4. شي يقولها Grandma هدى جدتنا هدى. We all bought you a watch. It's made from but it's not really made from gold, Dad. Grandma هدى، طبعا grandma قلنا هي granny، هي grandmother. خوش. We all نحن جميعا bought اشترينا you lucky a watch ساعة، بادية بحرف صوت صحيح فخلالها a وهي مفرد معدود. A watch ساعة اشترينا لك، نقطة بداية جملة فحرف كبير. It's هاي اختصار مال it is، it's اختصار مال it is. إنها made from مصنوعة من يا مادة صناعية، هاي الساعة من ايش تنصنع؟ من المعدن، فنقول metal. metal تريد تقراها metal بس حتى تحفظها كإملاء وتكتبها بالوزاري، المهم شو ما هاي احفظ، بس هي اللفظة صحيح metal. اوكي المهم وراها قال but فارزة، but راح يعقب على كلامه انه but it's هاي هم it is اختصار مال it is، but it's not دايدين في إنها ليست really made حقيقة مصنوعة from gold، إنها ليست مصنوعة من الذهب، تشوفيها لونها هيك ذهبي وتلمع وحلوة بس ترى سامحينا هي ما مصنوعة من الذهب، إحنا شنو نتمنى نجيب لك فشي ذهب بس ما مصنوعة من الذهب، هي بس من المعدن. أوكي آخر شي داد كتب اسمه، أريدك أهم شي تنتبه على it's ويا المفرد اللي هي اختصار مال it is، وراها ويا الاسم المفرد نعوض عن الwatch ما حطينا they are. خوش. وأريدك تنتبه على made from إنه هي مصنوعة من، اعتبارها فتشي صنع الإنسان مو خلقة الله، ونقول come from نقول made from. ورا ال is أصلا ما يجينا الفعل ال comes، سهم راح أختبرك لأنه بملاحظة، ورا الـ is ما يجينا الفعل comes مضاف إلى الشخص الثالث، لازم يجينا لو فعل مضاف إلى ing ورا الـ is، لو كفعل تصريف ثالث على اعتبار مبني مجهول. المهم أنت ما مطلوب عندك مبني مجهول. الأجوبة مال ذني number 1 leather، number 2 wooden، number 3 woolen، number 4 metal. هاي أجوبتنا، يعني الفراغات لازم تهيش تحلهن، بس أنا فهمتك يعني. هسه يقول لك track الأوديو مال track 93، التسجيل رقم 93. شيد من عندك يقولك read the words، اقرأ هاي الكلمات. قرأت هنا المرة flowers green rabbits pink stars balls balloons smiles happy mother's day little cakes apples orange happy birthday blue dots gold hats red birds black sad faces. قرأتها عشت ايدك. شيد من عندك يقولك listen and tick، استمع لهذا التسجيل شغله استمع له and tick وبعدين حط إشارة صح، إشارة صح. شو تحط إشارة صح؟ المن the words you hear للكلمات التي تسمعها، listen استمع and tick وضع إشارة صح، المن للكلمات التي تسمعها. زين احنا شو راح نحط لهم صح؟ راح انا اقرا لك اياها وانت تسمعها حط لها صح، وراها انا راح احط صح، فانت انتبه على اعتبار انا التسجيل. flowers عشت ايدك، هي المفروض تحط صح بس انا حطيها ارقام عمد للسهوله، المفروض تحط صح بس احنا للسهوله وعم نحسبها كم وحده صارن راح نقول ارقام اعطيتها نمبر 1، بس هي المفروض مثل ما الكتاب يريد تحط صح. اوكي زين green بطل هاي اشرها، راح نمشي بالتسلسل اللي اقراها حط لها صح، اللي ما اقراها عبرها. خوش. balloons بطل يعني الرابط عبرتها والبينك ستارز عبرتها، رحت على balloons. اوكي flowers green balloons ها معانيهن، هاي معناها اللي هي ازهار، هاي لون اخضر، هاي ارانب، هاي نجوم ورديه، هاي نفاخات بالونات. زين هسه راح اقرا لك بعد smiles
عافية، اللي هي ابتسامات أو وجه الضاحك. هذا الوجه الضاحك يرسمه سمايلز أو ابتسامات ضحكات. زين راح أقرأ لك. إيه بطل أورنج. عافية أورنج اللي هي برتقال أو لون برتقالي، تصير كلون برتقالي أو الأكل الفاكهة البرتقال. ذني عبرناهن لا تأشرهن بس معانيه راح أعطيك. كان هابي ماذرز داي اللي هي عيد أم سعيد، وهاي الأس أس تملك، وليتل كيكس كيكات صغيرة، والأبلز يعني تفاح. زين راح أعطيك الوراها. هابي بيرثداي، ايه بطل اشارها هابي بيرثداي عيد ميلاد سعيد، هابي بيرثداي عيد ميلاد سعيد، هابي زين سعيد هابي عكسها ساد حزين ساد. بس ما راح اكتبك اياها لانه وزاريا احتمال ما مطلوبه، فان ما اكثر عليك. بس اذا انطلبت فتة ترى موجوده قدامك، مو تقول خارجيه، هاي قدامك بعدها بالمنهج قدام عينك، مو تاريخ تقول خارجيه جابوا لي بالوزاري. لو تقول استاذ وائل ما قلنا، ترى الكتاب من الغلاف للغلاف كله مطلوب ومهم، بس انا اكو اشياء اكثر اهميه واكو اشياء تجي بالوزاري بنسبه 90% فاقول اكتب لكم عليها مهم، بس البقيه ترى انت مطالب بهن، مو تقول ها هذني اشياء تركن، ماكو شيء اسمه ترك بالانجليزي كله مطلوب من عندك، بس اكو اشياء يعني انا اركز لك عليها لان هي من التربيه دي يقولون مهمه، فاحنا نريد نوصل لك المعلومه و ما نبخل عليك بها. زين راح ارد لك الوراها. هاتس، ايه بطل بطل اشرها عافيه. هاتس هاتس يعني قبعات. بلو عبرناها اللي هي لون ازرق، ودوتس اللي هي نقاط عبرناها، وجولد اللي هو الذهب معدن الذهب هم عبرنا. بعدها ريد عافيه اللي هو اللون الاحمر ريد، وبعدها بيردز اللي هي العصافير طيور بيردز، بلاك ما اريدها، والساد فيسز ما اريدها. اوكي هاي معناها لون اسود، وهاي وجوه حزينه. زين هسه اكو شاطر انتبه انه انا اصلا كاتب لكم الاجوبه هياتها ماخذينها من الدليل وحاط لك اياها، ياهل انتبه عليها الاجوبه موجوده هنا. عافيه البطل بس اللي اول مره ينتبه الصفحه شبيها ما بيها بعدين يروح يركز على الاجوبه. هاي الأجوبة أصلاً كنت أنا عارضها على الشاشة، ردت أشوف ياها اللي راح ينتبه عليها. يلا الحمد لله إن شاء الله كلكم انتبهتوا عليها وشفتوها. اللي بعدها البيج اللي بعدها 95 يقول لك التراك 94 تسجيل رقم 94. Listen and tick، استمع وضع إشارة صح. Which paper they choose، أي ورق تغليف، ده يقصد أوراق مال تجليد، ذني ورق تجليد هم اختاروا، يا ورق اختاروا. ذولي اصدقائنا اللي هم الابطال مال المنهج اللي دا يريدون يغلفون الهدايا دا يطوها لامهاتهم، فطبعا هم عندهم ام واحده بس من بعد عندهم بيبيات اثنين، فيعني نعتبر انهم امهاتهم. يا ورق تغليف راح يختاروا حتى يغلفون الهدايا. راح نجي نشوف. طبعا هم مشترين هدايا اثنين الامهم وبعد هدايا اثنين البيبياتهم، فصار اربع هدايا، يعني راح يحتاجون أربع أوراق تجليد واثنين من عندهم ما يحتاجوهن. زين خل أعطيك فكرة عليهن حتى من تسمع التسجيل راح تفتهم أنت قبل ما أعطيك الحل. هذا نعتبره الورق اللي هو يسموه أبو الكيك، تسمع كلمة كيك فتختار هذا الورق، تسمع كلمة مثلا هابي بيرثداي تختار هذا الورق، تسمع كلمة سمايلز فان بارتي تختار هذا الورق، تسمع كلمة فلاورز أو ورود أزهار تختار هالورق، تسمع كلمة presents هدايا تختار هالورق، تسمع كلمة balloons نفاخات تختار هالورق. افتهمنا؟ راح أشغل لك تسجيل. طبعا هسه احنا الآن راح أقرأ لك، يا ماكو تسجيل بس إذا تخيل إن شغلتك تسجيل. هي المحادثة بين هم ذول الأصدقاء. أول واحد وسام بيقول let's wrap mom's bag first، هيا نغلف هدية هدية مامز باج، يعني حقيبة أمي أولا، الحقيبة اللي اشتريتها دانيال أمه أول شيء يريد يغلفها وهي تبع. Let's wrap mom's bag first، هيا نغلف حقيبة أمي أولا. جاوبتها دانيا قالت له Okay which paper should we use، Okay حسنا أي ورق يجب أن يعني من الأفضل أن نختاره نستخدمه. هياتها which paper، okay which paper should we use،
راح يجاوب عمار من عنده راح يقول هو راح يختارهم I like the paper with أنا أختار الورق اللي يكون عليه وشنو هسه راح أبدي أقرأ لك وراح تختار وحتى نحط لنا هما يريدون إشارات بس أنا هم راح أحط أرقام على مود شوي أسهل للتذكر زين وسام إيش قال وسام قال let's swap mom's bag first هيا نغلف هدية أمنا أولا هاي الأس أس التملك هاي الأس اختصار مع you مع let us let us اختصارها let's وراها الفعل مجرد حكينا هاي عدة مرات الدبليو ماذا أقرأ لأن وراء حرف R فالدبليو ما ينلفظ بكلمة write بكلمة wrap خوش زين إيش قالت له دانيا قالت له أوكي نعم حسنا which paper should we use بدأت بأداة استفهام حرف كبير فتنتهي بعلامة استفهام دا تسأل دا تخير بين ذني الإجلادات دا تخير هاي دا سؤال للتخير خير بين ورق التجليد اللي يجب أن يختاروه يعني الأفضل يختاروه ورا الشوت فعل مجرد اللي هو يوز عمار جاوب قال I like ورا الآي فعل مجرد فآي لايك like أنا أحب the paper الورق ياهو وأنا الشاطر راح يندلها with the pretty flowers مع اللي عليه أزهار جميلة pretty flowers الأزهار الجميلة وأنها افتهمتوها بطل طيها نمبر 1 اللي هي flowers الأزهار زين إيش قالت لدانيا قالت له أوكي خوش مثل ما تقول حسنا اتفقنا the pretty flower paper is for mom the pretty flower paper ورق التجليد اللي عليه أزهار جميلة راح نخليه is طبعا هذا هسه كل هاي كم كلمة أربع كلمات بس محسوبة اسم مفرد شوفها آخر كلمة بيها جنية اللي هي paper اللي هو الفاعل محسوب مفرد فأخذنا ويا is مو تروح تتوهم تأخذ R خاف تجيك شيء عبالك عدة كلمات فتأخذ وياها R محسوب مفرد هذا زين قالت for mom من أجل أمي راح نغلف بيه هدية أمي وراح سألتهم what about the paper for her picture frame ماذا عن the paper الورق التجليد for her picture frame اللي يخص إطار الصورة هديتها مال إطار الصورة إيش راح نسوي عليه what بدأت بأداة استفهام فتنتهي بعلامة استفهام ما انتهت بنقطة إيش راح نختار قلتهم للإطار مال الصورة نغلفه بيا ورق من ذني قالها وسام I like كل واحد ياهو اللي يحب بدأ يختاره I like أنا أحب the paper with all the presents أنا أحب الورق مال التجليد اللي عليه جميع الهدايا مع جميع الهدايا عليه هواي هدايا presents وأنا عافية دليته number two اللي هو presents اللي عليه هدايا there are big presents and small presents يقول يوجد هنالك هدايا كبيرة وهدايا صغيرة زين هسه البطل انتبه انه هنا ذير ار اخذت قبل شوي كنت اقول لك ذير از ليش لانه اكو مفرد هنا ذير ار ليش لان اكو جمع بريزنتس هدايا منتهيه بس الجمع فاخلي وياها ار يا شطار ما اخلي از زين انتبهت انه البيج عكس مال سمول خاف اسالك بيها بيج كبير عكسها سمول صغير سجلها يمك بالملاحظات البعدها عمار ايش قال What about the paper for Granny Nadia's scarf? What about ماذا عن the paper ورق التجليد for Granny الجدتي Nadia's scarf الهدية جدتي نادية وهو الوشاح الوشاح اللفاف مال هدية جدتي نادية هاي الأس أس التملك لأن اسم باسم فبيناتهم أس التملك قالهم شو راح نختار لها دانيا ايش قالت له؟ قالت له طبعا هاي المحادثه من دليل المعلم صورتها وحطيت لك اياها حتى شنو تندلها وتشوفها خاف ما تقدر تحصل على التسجيل فهي نفسها قدامك قالت له دانيا I like the paper with the big pink cakes and the small strawberries strawberries ايش قالت له؟ قالت له I like انا احب قالت له اول مره تختارت بعدين وسام هسه هالمره انا خلي اختار لكم قلت له I like أنا أحب the paper الورق مال التجليد with الذي عليه معه شنو the big pink cakes اللي عليه كيكات وردية كبيرة هاي ترتيب الصفات شوفها هنا راح تفيدنا ترتيب الصفات اللي هي
حجم او صفة عامة، بعدين لون، بعدين مادة صناعية. هنا انا محتاجين ثلاث صفات، بس صفات اثنين، فهي اللي حجم واللون. هاي حل مو حلم، حل وسكت، اللي هي حجم ولون والاسم اللي نريد نوصفه. زين، قالت له big pink. شوف هاي ب، هاي ب ب ب big pink. الكيك الوردي الكبير دليت هسه، مو اكو عليها كيكات وردية كبيرة. and the small strawberries اللي هي strawberry الفراولة، strawberry الفراولة منتهية بواي. الواي حذفت لان قبل حرف صحيح وضف وحطيت اي اس بن اجمعه، حذفت او قلبت الى اي ضفت اي اس. strawberries يا هي التجليد العالية، كيكات وردية وفراولة صغار ناعمة، هذا اللي هو مال كيك سطينا نمبر 3. ايش قالها عمار؟ قالها yes granny loves baking cakes. قالها yes، نعم granny بيبيتنا loves تحب، لان هي اسم مفرد نعوض عنها بالشي فخلاه وياها الفعل بيأس الشخص الثالث. baking احنا متفقين ورا الفعل love like prefer is am are، الفعل تكون مضاف الى ing، شرحناها هاي من يونت 1، المفروض انت بعد ضبطتها فمنشوفها بعد انت بدون ما افهمك وبدون ما اراجع لك انت تعرفها المفروض. فالمهم loves فالفعل نضيف له ing. زين هسه البيك هي منتهيه بحرف اي، حرف الاي نحذفه ونضيف ing بقواعد اضافه الاي ان جي. ف granny loves baking cakes، بيبيتنا تحب تخبز الكيك. bake cake هاي قلنا نحفظها على هالوزن، baking cakes صنع او خبز الكيك. وسامش قال اوكي، نعم حسنا، now which paper should we use for granny Huda's watch؟ حسنا الان now which ايهما paper الورق مال التجديد should من الافضل we نحن use نستخدمه for من اجل granny Huda's watch، ساعة جدتنا هدى. هاي الاس هماتين اس التملك، دير بالك مو عبالك اس فد اختصار، هاي اس التملك بين اسماء اثنين دا تعود ملكيته للاول. قالت دانيا let's، طبعا هاي اختصار من let us وراها فعل مجرد، let's use the paper with the pink blue and purple balloons. هيا نستخدم، دعونا نستخدم الورق اللي يحتوي على شنو الذي عليه، ياهو البالونات النفاخات اللي ألوانها purple بنفسجي وبلو أزرق وبينك وردي. وين هن دليتها؟ عافية عشيدك يا بطل، اللي هي balloons number 4 راح نطيها. آخر شي عمارش قال yes that's my favorite I love balloons، نعم هذه المفضلة إلي. قال أنا أكثر شي أحبها هذه الاختيار، ليش؟ لان انا احب البالونز، انا احب النفاخات. ذاتس اختصار مال ذات از، انتهت ما عدنا شي بيها، كل شي شرحناه وفهمناه. البعدها تراك 94 يقول لك ارجع شوفه، ارجع اسمع يعني listen again، استمع الى مرة ثانية listen again. التي ما ينلفظ اقول ان اس وان بيناتن فهو دا يصير silent. listen مو تقول listen، ما يصير listen. زين إذا وخرت الـ E والـ N بقت بس هيجي، إيش راح تصير؟ راح تصير list اللي هي قائمة. شوف دير بالك list قائمة، هناك راح كان ينقري T، بس هنا بهاي الكلمة اللي هي فعل يستمع listen الـ T مدى ينقري listen، أكو S و N أصوات صحيحة شوية تتأذي الـ T يصير صعب ما ينقري، فنقول listen listen again استمع مرة ثانية. right w مدى اقرأ لانك وراء r، الاي ما ينقري لان اخر كل اخر حرف بالكلمه من يكون الاي ما ينلفظ. write the words اكتب الكلمات. the children use التي الاطفال استخدمها to talk about the paper للتحدث عن الورق، استخدم الورق استخدم الكلمات اللي استخدموها، اكتب لنا يعني الكلمات اللي استخدمها الاطفال من سولفه او وصفه والورق. children طبعا هاي جمع شاذ، المفرد مالتها شنو؟ child، احسنت child مفرد، الجمع مالتها children. اوكي هسه ورا تو فعل مجرد اللي هو توك، خوش هسه تقول لي هو منطوق التمرين هم هيك فصلنا احنا للفائده، يعني هو
ما معقوله هو يجيبوا لك بالوزاري هاي المنطق، بس يعني الفائده مثلا اذا قال لك البوك بوكس تشايلد شنو جمعها؟ حتقول له لازم تشيلدرن، ما تقول له هاي سؤال خارجي ما حد يعني يستمع لك، ليش؟ لان مو خارجيه موجوده بالمنهج. المهم هسه راح شنو هذا الجدول شلون راح نمليه؟ عندك اول عمود حاطي لك بيبر نمبر 1، البيبر اللي هي رقم واحد بالنسبه ما قراها، ليش انا لعد رقمتين حتى هنا تستفاد؟ اول بيبر ذكره يا ورقه تجديد اول مره قراه اللي احنا اعطيناه رقم واحد، هو كان اساس المفروض نحط بس علامه صح، بس انا خلينا عليهن ارقام حتى تفيدك هسه بالحل. ليش رقمتين؟ قلت لك حتى تستفاد. اللي اعطيناه رقم واحد هم ذكره يعني اول واحد، واللي خلوه ذكره رقم الثاني هنا، والذكره رقم الثالث هنا، والرابع واحد هنا. زين يقول لك write the words you hear، اكتب الكلمات اللي سمعتها ايش قالوا عليهن، والياء ما الياء حاجه دا يغلفون بها، حطوا لك الباج والواتش والبيكتشر فريم والسكارف. الباج الحقيبه والواتش الساعه، بيكتشر فريم اطار الصوره، والسكارف اللي هو الوشاح منتهي باف، اذا اريد اضيف لها اس الجمع اقلبها الى في اي اس، دير بالك انتبه عليها، هاي منتهيه بسي اتش، من اذا اريد اضيف لها اس الجمع احط لها اي اس لانه منتهيه بسي اتش. المهم فهسه ايش قالوا؟ اول شيء قالوا pretty flowers، الازهار الجميله pretty flowers، ويغلفوا بها الباج. بعدها البيبر 2 قالوا big presents small presents، اللي بها صوره كانت عليها صوره الهدايا الكبيره والهدايا الصغيره، غلفوا بها منه البيكتشر فريم. عاشت ذاك. البيبر نمبر 3 قالوا عليها بها يعني مرسوم عليها big pink cakes small strawberries، مرسوم عليها كيكات ورديه كبيره وفراولات صغيره. هاي لان منتهيه بواي فقلبنا الواي الى اي وضفنا اي اس بالجمع، هاي بس حطينا اس ما عندنا مشكله. غلفوا بها شنو؟ عاشده كريسكارف. والاخيره اللي هي البيبر 4 وصفوها بانه هي شو اسمها pink blue purple balloons، نفاخات البنفسجيه زرقاء ورديه، وغلفوا بها الواتش الساعه. اخر شيء يقول لك write about the piece of paper you like best، اكتب عن قطعه الورق يعني ورق التجريد يا قطعه من عندهن you like best التي انت احببتها اكثر، لتحبيتها كثيرا، يا هي من ذني الاربعه اللي تحبيتها اكثر شيء من عندهن. راح نقول I like the paper with، أني حبيت ورق التجليد اللي كان عليه شان مرسوم، طبعا هاي الأجوبة ما دليل أجوبة الدليل ما نعلم، بس هنا بنقول أني حبيت الورق التجليد اللي عليه شنو؟ the pretty flowers اللي عليه الأزهار الجميلة. هاي أنا اختياري، بالنسبة لك تريد تختار غيره عادي، من ذني اللي عجبك اكتب اسمه، اسم الوصف مالته بالإنجليزي بهذا المكان، اي واحد تعجبك. انا بالنسبه لي هو مخير التب هنا، اي شيء تكتب صح، بس من ذني يعني واصف مال ذني التجليدات الورقات. انا اخترت the pretty flowers الازهار الجميله. اوكي هسه هنا خلصنا، بس اريد اراجع لك شويه الترتيب مال الصفات لان حكينا يعني لازم شويه ناكد عليها، ماخذي احنا بيونت 2 بوقتها قلنا الترتيب مال الصفات لازم تحط ال وان هنا اذا هي طبعا مفرد، طبعا اذا هي جمع فما يحتاج او ان. اول شيء المهم الصفه تكون صفه لو صفه عامه او حجم، وهي اغلب هن يكون حجم، فاحنا قمنا نقول اختصار مال الحاء ناخذ حرف الحاء من عندها، بس نوبات ترى اكو صفه عامه مثلا يقول لك pretty، مستوانا قلنا pretty flowers ازهار جميله، pretty تنحط من هاي الجهه تنحط انه هي اول صفه، وراها اللون الصفه مالتها الكلر لونها، الالوان لازم تراجعهن مثل البلاك الاسود، والمادة الصناعية تجينا اللذا، وعندنا كان 8 مواد صناعية اخذناها بيونت 2، وراها الحاجة اللي راح نوصفها. خوش، فاذا هاي صارت اقراها كجملة مثلا اقول it is a big black leather sofa، خوش انها يعني قنفة مصنوعة من القنفة جلدية سوداء كبيرة. خوش هسه فهمتها؟ تريد تختصر يعني حتى الترتيب الصحيح، لان انت بالامتحان راح يجيبك اختيارات، فالترتيب الصحيح يعني تريد تفهمها انه حجم لون مادة صناعية إذا قرأت من اليسرى لليمنى، بس إذا قرأتها من اليمنى لليسرى الترتيب مال الصفات لازم تقول ما ميم لام حاء اللي هي ملح، بس إحنا ليش قلنا اقرأها بطريقة حلم؟ هسه مو تقول لي أكو شيء يقول لي إذا أكتب حلم صارت هنا الحجم وهنا بالنص اللون وآخر شيء مادة صناعية، فلا تخربط بين.
عند أقصد إذا تريد تقراها الترتيب الصفات من اليسار لليمين، فراح يصير عندك الترتيب ح لام ميم يعني حلم. إذا تريد تقرأ الترتيب ماتك أنت مرتبة بس تقرأ الكلمة الآن عربية، فتقرأها من اليمين لليسار، فراح يصير ميم لام حاء يعني ملح. أهم شيء عندي حاء الحجم، واللام اللون، والميم المادة الصناعية. big black leather اوكي هيك شيء، small red مثلا metal هيك شيء، افتهمت زين. هسه عندي بعد شنو ال it is، اختصارها its ويا المفرد، they are اختصارها their ويا الجمع البي اس، وال is هي ويا المفرد ال are ويا الجمع. هاي سهله ماشيين بيها، ما عندنا بيها مشكله. هسه حطيك امثله على هذا الحكي مالتنا. نمبر 1 I bought you a، انا اشتريت لك شنو؟ طبعا حطيت a لان راح تبدي لي بحرف صوت صحيح وهي حاجه مفرد زين، واثنين يعني هي اختيار راح تختارها فهي بعدها بحرف صحيح، انا يعني ليش خليتها وتنتهي هي حاجه واحده مفرد فمعدوده خليها a لو ان خلينا a زين. هسه اختار لي leather red لو red leather bag، انا اشتريت لك حقيبه، اشتريت لك يعني حقيبه جلديه حمراء مصنوع من جلد وهي لونها احمر، فيا ترتيب راح تاخذ احتمال هاي تجيك هاي النقطه مو وزاريه، الموضوع مال ترتيب الصفات وزاري، الجمل الوزاريه شرحناها بوقتها بيونت 2، هاي الجمله مو وزاريه هاي ولا هم تاليف من عندي، موجوده هسه انا قريناها نص من نصوص الكتاب من دا يوصف الحقيبه اللي اشتراها هديه زين، بس انا رتبتها بطريقه تخاف تجيك بالامتحان، هيك الترتيب يجيك بالامتحان، داريد افيدك اوكي. فهسه ليذر لو ليذر ريد لو ريد ليذر، يا هي احسنت اللي هي ريد ليذر، جيت خذت اللون بعدين الماده الصناعيه، احتمال يجيك ترتيب مال صفتين مو الا ثلاث صفات، نوبات يجيبون ام الصفتين، فاخذنا ام اللون بعدين ماده صناعيه، مو اخذنا ماده صناعيه بعدين لون، لون بعدين ماده صناعيه، لم هيك شي خلينا نسميها شلون تريد تفهمها، اللي هي ريد ليذر باج حقيبه جلديه حمراء. بعدها مثال اخر I like the paper with the، انا حبيت الورق تجليد اللي كان عليه المرسوم عليه او اللي عليه معاه شنو، اختار لي الترتيب الصحيح big pink لو pink big cakes عليه كيكات ورديه كبيره، شو راح تاخذ لي الترتيب الصحيح؟ احسنت اللي هو اول مره هذا عفي عفي حجم بعدين لون، هالمره مو الدوخ مو سوقيت ها لون بعدين ماده، بس المرة ترجمت لكم البيج، شوف البيج قبل اللون، الحجم بعدين اللون، ردت شوية دوخك. هسه مرة جبت لك اللون بعدين المادة الصناعية، هسه المرة جبت لك الحجم بعدين اللون، اوكي حجم بعدين لون، انتبه عليها حاء لام حل حجم بعدين لون، هناك كانت لون بعدين مادة صناعية، هنا أنا حجم بعدين لون، عافية انتبه شوية واقرا زين، يلا تحل مو قبل اعمى هيك شو تحل، لا انتبه زين واقرا. أنا لو أنت كياها دارد أخليك تحفظها من اللون، ولو أنت كياها متين بدك تفهم أكثر إنه أنا ريد ليذر من جلد ولونها أحمر، فاللون أول مرة قبل المادة الصناعية، هنا أنا بيج بينك الحجم بعدين اللون. كيكس طبعا هنا هسه تقولي ليش ما خلينا إيه أو أن، هي مو مفرد، لا هي مو مفرد هاي جمع منتهي بأس الجمع، فما تخلي لها وياها لا إيه ولا أن، هناك لأن كانت مفرد فخلينا لها إيه وهي بادية بحرف صوت اللي هي على الار حرف صوت صحيح، هنا انا حتى لو بادية حرف صوت صحيح بس هي اسم جمع فما يحط لها ايه ولا ان زين. بعدها نمبر 3 طبعا هاي المثال ما يجي هيك بالبكالوريا، بس شفت احد المعلمين نشر اسئله وجايبها هيك الطلابه فردت يعني اوضح لكم اياها حتى تستفادون هم الفائده، خاف تجي بالبكالوريا، هي كجمله موجوده بالمنهج بس مو بهالطريقه تجي، يعني اعتبر شوي هاي الطريقه يراد لها تفكير اكثر طالب. المهم most paper اغلب الورق is هو made from مصنوع من، هاي مصنوع من هاي اللي هي معناها يعني اصطناعي، الناس تصنعها الانسان يصنعها، هاي comes from نحصل عليه اللي هي خلقة الله طبيعي، wood اللي هو الخشب، فايش تختار؟ اول شيء الورق مو خلقة الله فاذا comes from ما تفيدنا، إذا على المعنى على الفهم على المعنى إنه هو لازم made from،
ليش؟ لأنه الإنسان يصنعه، مو قدرة الله. الورقات هاي مال الكتابة مال التجليد مال شنو، الإنسان يصنعهن، فميد فروم، تنصنع من الود الخشب، مو نحصل عليها، مو نستخرجها، ولا قدرة الله ولا من الطبيعة، فما تفيدنا. comes from ما تفيدنا. هاي إذاعة الفهم، إذاعة القواعد. الـ is ما يجي وراها الفعل بعد مضاف إلى الشخص الثالث، ورا الـ is إذا يجينا فعل مضاف إلى ing، أو الفعل التصريف الثالث اللي هي بالمبني المجهول. فهنا أنا إز جت وراها تصريف ثالث الفعل، هاي الميد المضارع مالتها المجرد هو ميك. أوكي، لهنا ما عندي شيء بعد وياكم. إن شاء الله استفدتم، هاي مواقعنا اللي يتواصلوا ويانا إن شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. تحياتي لكم، مع السلامة.